يدخل العين عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشا. كان الاوربيتال برانش بتاع الام ام اي يجي له ريكارنت برانش من اللاكرمال ويعملوا انستموزس. يبقى رابع برانش عندي ليه اللاكرمال اسمه ريكارنت. سمعناه عن الميدل مننجيال. وعلى فكره ده كان كده للانستموزس اللي بيفرق ما بين الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. اما احنا ليه؟ هو امتى الريكارنت ده من اللاكرمال؟ اللاكرمال جاي منين؟ من الاوكسالك. الاوكسالك جاي منين؟ انترنال كاروتيد. طب الميدل مننجيال ده برانش منين؟ من الماكسيلا. الماكسيلا منين؟ من الاكسترنال كاروتيد. يبقى انت خدت ثلاث اماكن من الانستموز ما بين انترنال واكسترنال كاروتيد. في السايت بتاعت الاسكان كان ما بين سوبر اوربيتال وسوبر اتروكلا وسوبر فيشيال تمبورال. دول انترنال كاروتيد ده اكسترنال كاروتيد. خدت عند الميديال انجل بتاع الارض الانجلر ارتري اللي هو تكمله الفيش والفيشيال الاكسترنال كاروتيد مع السوبر اوربيتال والسوبر اتروكلا. يبقى انت في عندك ثلاث اماكن دي الانستموزز ما بين الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. اللاكرمال محدش ينسى ده اكبر برانش بيدي اربع برانشات. اقول اساميهم تاني بسرعه. ادي اللاكرمال الجلاند نفسها وادي لاترال فالبيبر وادي حضرتك بعد اذنك سايكوماتيك وادي ريكار. كل ده ما خدناش من برانشين اللي دخل الاوبتيك نيرف رايح من ريتنا سنترال ارتري وذا ريتنا. وده انا رسمه هنا اهوت لوحده عشان هنا ما كانش هيبان. وحضرتك في لاكرمال بعد اذنك في عندنا برانشات اسمها ماسكلر. كله يبص لي. الماسكلر برانشز ديت رايحه للاي بول تدي العضلات اللي حوالين الاي بول. الماسكلر برانشز ديت بتطلع منها برانشات صغيره اسمها انتيريور سيلري. اسمها انتيريور ايه؟ سيلري. هتروح تدي دم للاي بول نفسها من قدام. يبقى انا في عندي ماسكلر اهم رايحين للعضلات اللي حوالين الاوربت بلس ان هم بيدوا برانشات اسمهم انتيريور سيلري للاي بول من قدام. طبعا بما يعني ان احنا قلنا في عندنا انتيريور سيلري يبقى احنا في عندنا بوستيريور سيلري. البرانشات دي اللي انا باسمها من الاوكسالك اسمها بوستيريور سيلري. ودي في منها شورت وفي منها لونج. البرانشات اللي اسمها بوستيريور سيلري دي بتخرم الاي بول من ورا يبقى تدي دم للاي بول من ورا. يبقى انت عندك اثنين سيلري ارتريز في بوستيريور وفي انتيريور. اللي بيجمع البوستيريور دي من الاوبسالميك نفسه انما الانتيريور دي من الماسكولار اللي من اوبسالميك. يبقى اللي قاعد مركز معايا زي ما خدنا حضراتكم بعد اذنك لاترال بالبيبر ولا ميديال بالبيبر. اللاترال من اللاترال اللي من الاوبسالميك انما الميديال من الاوبسالميك نفسه. برضو عندي في حاجه اسمها بوستيريور سيلري انتيريور سيلري. البوستيريور سيلري من الاوبسالميك نفسه انما الانتيريور سيلري هتطلع من الماسكولار اللي جايه من اوكسالي. كده الناس اللي نايمه خدنا كام برانش؟ خدنا واحد اللي هو اسمه بنقول سنترال ارتري اوف ذا ريتنا، اثنين قلنا اسمه لاكرمال ارتري، ثلاثه ماسكولار، اربعه حضرتك قلنا بوستيريور سيلري، خمسه. لا يقول لي ما سمعتش ده ما ذاكرش. لما جه الاوكسالميك ارتري يعدي على الاوبتيك نيرف اللاترال ميديا راح مدي البرانش ده. البرانش ده ساب العين من عند خرم موجود نوتش او خرمي موجود عند الابر مارجن بتاع الاوربت كان اسمه سوبر اوربيتال نوتش او خرمي. يبقى ده كان اسمه ايه؟ سوبر اوربيتال. اه ده خدنا مرتين. ده بيدي دم للفيس ويدي دم للسكالب. لان قبل ما يعدي يا شباب حضرتك نروح للسكالب عدى على الابر اي دي اللي هي جزء من الفيس. يبقى كده خمسه. البرانش ده اسمه سوبر اوربيتال. الناس اللي باصه معايا رقم ستة في عند حضرتك هنا هو البرانشين دول. النهارده اللي عنده عظم في بيته يبقى يبص على الميديا جول بتاع الاوربت هيلاقي خرمين. واحد اسمه انتيريور اسمويدال فورامين والتاني اسمه بوستيريور اسمويدال فورامين. لان في عظمه في الميديا جول بتاع الاوربت اسمها اسمويدال فورامين. في عندنا اسم اسمها اسمويدال بون. هذه الاسمويدال بون جواها في اير سيلز اسمها ماستويد اير سيلز. الناس ناسيه ان في حوالين ان في حاجه اسمها بارانيزال سايلس. هنا في فرانكل وهنا في ماكزيلر وهنا في الاسمويدال بون اللي في الميديا لون بتاع الكوره بتلاقي اسمويدال اير سيلز وفي جوه البادي اوف سفينوي. يبقى دول الاربعه بارانيزال سايلس. فواحد جدع قال لي هما الاثنين فورامينا دول لما هنبعت من الاوبسالميك برانشز واحد اسمه انتيريور اسمويدال ارتري والتاني اسمه بوستيريور
اللي جوه العظم اللي اسمها سمويد البوم، فيدوا دم للمستويدل سيلز، وبعدين يدخلوا لي الكرينيال كارت اللي جاب يبقى وجدع. دول راحوا لاني فص انتيريور ولا ميدل ولا بوستيريور؟ انتيريور. يبقى عقبال ما نتج دول بيدوا دم للمننجيز بتاع الانتيريور كرينيال فص. يبقى ارجع كده هات الجدول بتاع البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع المننجيز، هتلاقي ان انا الجزء الامامي المننجيز اللي في الانتيريور كرينيال فص بيجي له حاجه اسمها انتيريور وبوستيريور سمويدال ارتريز، وطلعوا دول برانشات منين؟ من الكوبسالي. على فكره انا مكتوبين في الكتاب في عنوان واحد عشان ما تعدهمليش اثنين، يبقى رقم سته فيه انتيريور وبوستيريور سمويدال ارتريز. رقم سبعه اللي انا حضرتك بتقول مش رسمه هنا، رقم سبعه انا حطيته هنا في حاجه اسمها ميديال بالبيبرال برانش قبل ما ادي الاثنين تيرمينال، بدي برانشات الميديال بارتس اوف ذا تو ايليدز اسميهم ميديال بالبيبرال اللي انا قلت هيعملوا انستموزيس مع اللاترال بالبيبرال اللي من اللاكرمال برانش اوف اوفسالي. اخر حاجه بقى عندك الاثنين تيرمينال برانشز. الاثنين تيرمينال برانشز سهلين جدا. واحد سمعته مع السكالب والفيس اللي بيعدي من فوق البقره اسمه السوبراتروكيلر، ده قبل ما يقع على السكالب الاول بيدي دم للابر ايليد. الثاني سمعناه مع الارتيريا السبلاي بتاع الفيس بس، كان بيروح يدي دم للدورسال اوكزانوز اسمه دورسال نيزل. اعيدهم تاني بسرعه. واحد دخلت جوه الاوبتيك نيرف اديت دم للليترال اسيد سنترال ارتري اوكزانوز. الثاني مشي لاترال راح للاكمال الجلاند اسمه لكن ايه دي كام حاجه؟ اربعه. واحد لاكمال جلاند، اثنين زيروماتيك، ثلاثه لاترال بالبيبر، اربعه ريكار. كده برانشين. ثالث حاجه في عندي ماسكر بتدي العضلات بتاعت البرج، بس الماسكر دي بيدي برانشات العين قدام اسمهم انتيريور سيلين. اربعه بوستيريور سيلين دول بيدوا دم العين من ورا، ده فيهم شورت وفيهم لونج. خمسه وانا معدي على الاوبتيك نيرف بدي سوبر اوربيتال اللي اتقال مع السكالب ويل فيس. سته اتنين اثمويدال بيعدوا من فورامينا موجودين في عظمه اسمها اثمويدال بون في الميديال وول اوف ذا اوربيت، واحد انتيريور والتاني بوستيريور، يدوا دم الاول للاثمويدال سيلز وبعد كده يقوموا داخلين للمننجيز بتاع الانتيريور كرينيال فوسا. سبعه مش مرسومه هنا اهو، قلت فيه زي ما عملنا في لاترال بالبيبرال بس من اللاترال هنا المسمك نفسه بيدي ميديال بالبيبرال. ثمانيه وتسعه حضرتك اللي هم الاثنين تيرمينال برانشز اللي هم واحد سوبر اتروكيلر سمعناه مع السكالب والفيس، والثاني دورسال نيزل راح للدورسال اوبزانوز ودوت سمعناه مع الفيس فقط. كده خلصنا وفسالني فقط. وفسالني فين؟ ما يخش ثانيه. حضرتك فين وفسالني فين؟ نيجي للرسمه دي والناس تبص معايا لو سمحت. الناس الجدع قالوا لي ايه بقى؟ احنا في عندنا اثنين اوبسالمي فينز. الاثنين اوبسالمي فينز واحد سوبيريور والثاني انفيريور. عملهم ايه؟ طلع اللي يعملهم فينز كورسبوند تو البرانشز اوف ذا اوبسالمي ار. سمعنا جمله زي كده قبل كده. فين بقى؟ تريجويد فينس فليكسس اللي كان موجود هنا سوبرفيشال وديب للعضله اللي اسمها لاترال تريجويد، كان بيعملوا فينز كورسبوندنج للبرانشز اوف ماكسيلري ار. الاوبسالميك فينز بيعملهم فينز كورسبوندنج لبرانشات الاوبسالميك ار، واحد ماشي في العين من فوق والتاني ماشي من تحت، والاثنين على فكره بيعملوا كوميونيكيت قدام مع الانتيريور فيشال فين. وفي كتب بتكتب السوبيريور بس مش الاثنين. حضراتكم الاثنين اوبسالميك فينز عدوا من الفيشر ده اللي اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر، يبقى الاثنين عشان يدخلوا جوه الكرينيال كافيتي راحوا معديين من السوبيريور اوربيتال فيشر. ده احنا لو قعدنا جمعنا بقى الحاجات اللي بتعدي من السوبيريور اوربيتال فيشر هيطلع ان السوبيريور اوربيتال فيشر ده بيعدي منه الثلاثه برانشز بتوع الاوبسالميك نيرف اللي احنا قلناهم، احنا لسه ما خدناهمش، فرانتال وحضرتك فيزيوسيلري ولاتن، ادي واحد. هناخد كمان شويه اللي بيعدي من السوبيريور اوربيتال فيشر في الاعصاب بتوع العين. ثلاثه اربعه سته. الناس معايا ولا انا بكلم نفسي؟ حضراتكم خدنا من شويه ان بيعدي في هذا الفيشر الاوربيتال برانش بتاع الام ام اي عشان يجي له الريكارد برانش بتاع اللاترمال، وده مكان الانستموس ما بين انترنال واكسترنال. انا اهو دلوقتي بقول ان الاثنين كمان اوكسالمي فينز دول عدوا من السوبيريور اوربيتال فيشر. محدش يقول لي رايحين فين يبقى ما ذاكرش. كنا خدنا في عنوان في الكاميرا الساينس اسمه
contributors and communication. والكابتن سايلس كان بيجي له كام حاجه من قدام، حاجتين الاثنين بنزيدول وسايلس من البيرد كان اسمه سبينوبايتال. اللي انا قلت لك يبقى ماشي الاول على البايتال من جوه وبعدين يمشي على الساوينج اوف سبينوي. الناس الجدع بقى الاوكسال جينز دول سمعناهم قبل كده فين؟ في الدايركت واي اوف ترانسميشن اوف انفكشن للكافيرنس سايت. كان في دايركت وين دايركت، احنا عندنا الكلام ده كتير قوي يا جماعه. انتيريور فيشيال في عن طريق الاوكسال في، وحضرتك دخلت على الكافيرنس ساينس يبقى دي طريقه ايه؟ طيب قام واحد جدع اللي طب ما احنا ممكن نعتبر الاوكسال جينز دول انيشال فيز. قول صح، مش دول عملوا نقل الدم من اوتسايد لانسايد؟ قلت له اه. ده احنا حتى خدنا حاجه ان لما يحصل ثرومبوزس في الكافيرنس ساينس، هو ده اللي بيأخرني في المحاضرات اللي بقعد اقول حاجات قديمه، ان لما بيحصل ثرومبوزس في الكافيرنس ساينس قلنا الاثنين فينس دول مش عارفين يعملوا درينج الدم بتاعهم جوه الكافيرنس ساينس، فبتكون النتيجه ايه؟ الدم بيتراكم جوه الاوكسال ميت فيت، فيحصل ايه؟ العين تبان كونجستد وايديميتس، وحضرتك مع زيادة الضغط جوه العين لأني مش عارف أعمل درين للدم بتاعهم في الساينس، العين يحصل لها بلج للأوتسايد وسمينا دي أوبتوزيس أو إكزوكسال. حصل، خلصوا كده الأوكسال ميك بيت. نبدأ في النيرفز، عندك اتنين سنسري نيرفز، واحد خلصان يا أستاذ اللي هو مين؟ أوبتيك. أنا ابتديت بيه تاني لما كنت شغال في الكوتس بتاعي الأيبو، يبقى الجالي دلوقتي اسمه اوكسالميك نيرف. عايز الناس تبص معايا في الرسمه دي، الناس اللي باصه معايا في الرسمه دي، انا راسم الاسقال من جوه، خليك معايا يا استاذ، انا راسم الاسقال من جوه وادي حته من العظمه البيترس، انا مش راسم كل العظمه البيترس على فكره، دي الاوربت والاوربت، وادي الانتيريور كرينيال فوس، ودي الميدل كرينيال فوس، واللي مش مصدق ادي البيتيوتري فوس، وادي على جانبي ودي الخرم المهتك اللي اسمه فورامين لاسر، ودي حته من العظمه الصخريه. كان في عندنا نيرف بيطلع باثنين روتس من البونس اسمه تريجيني، كان عباره عن لارج سنسري روت وسمول موتور روت. كان السنسري روت الكبير في جنب اللي اسمها تريجيني، كانت بتتقسم لكام ديفيجن؟ ثلاث، اوكسالك وماكسيبل ومانديبلا. تمام؟ على فكره المانديبلا هو اكبر واحد حجما، والاوكسالك هو واللي انترميديت ان سايز اند بوزيشن كان الماكسيلاري نيرف. انا بعيد والله الكلام القديم. يقوم حضرتك هذا الاوكسالميك ديفيجن، كل بص معايا على الخشبه، هيمشي الاوكسالميك ديفيجن عايز يدخل العين، ما بيدخلش العين بنفسه، بيلاقي السوبيريور اوربيتال فيشر بيتقسم لثلاث برانشات قدامك اهو، واحد في النص هنسميه فرانتال ده، واحد راح لاترال اسمه لاترال ده، واحد راح حضرتك ميديال اسمه نيزو سيلاري ده. انا احب ابتدي الاول بمين؟ بالفرنتال. الفرنتال هو حضرتك اكبر واحد حجما في الثلاثه، يبقى مين اكبر واحد في الحجم في الثلاثه؟ فرنتال. الفرنتال ده مكتوب في الكتاب جمله يقول لك ايه؟ ده ماشي فوق الليفيتور بالبيتري سوبيريورس. طب واحد قال لك ماشي يعني ايه فوق الليفيتور بالبيتري سوبيريورس؟ بص الرسمه دي وانت هتقول لي انا فهمت هو قصده ايه؟ بص الكلام ده، ادي العضله اللي اسمها ليفيتور بالبيتري سوبيريورس صح؟ مسكت في الخبر ايديك في ثلاث حتت. الاستاذ اللي باصص معايا النقط السوداء اللي انا راسمها دي بتبطن الاوربت من الداخل، ده اسمه اوربيتال بيري اوستيا. هتشوفيه ما سمعنيش قبل كده، كان الاوربيتال برانش بتاع السفينو بلاطين جانجليون كان بيدخل يدي حضرتك بنقول اللاكرمال بيروح للاكرمال جلاب، وكان بيروح للاوربيتال بيري اوستيا. في بقى نيرف انا راسمه الناس شايفاها بلون اخضر محشور ما بين الاوربيتال بيري اوستيان والليفيتور بالبيبي. النيرف اللي محشور ما بينهم ده هو الفرانتال برانش بتاعي اللي حضرتك اوكسان. عارف لما بنيجي نشرح الاوربت في المشرحه بيعملوا ايه؟ بيكسروا سقف الاوربت. يعني الاول نفتح غطا جمجمه، نشيل المخ، نلاقي حضرتك الاوربت احنا جوه الاسفل دلوقتي شايفين السقف، فنقوم مكسرين السقف بتاعه، السقف ده سقلاه واتكسر، بنجيب الاجله بتاع الاجل دي نخبط عليه كده يبتدي يتكسر. اول ما اتكسر اوعى تفتكر انت هتشوف الاي بول تبقى غلطان، هتشوف الاوربيتال بيري اوستيا بالفورسز بالنقاط ونبتدي ننتش فيه كده. مين بقى اللي يظهر لي اول ما اشيل
اوربيتال بيريوستيوم هذا الفرنتال برانش اوبزرف سان، هلاقيه ماشي فوق العضله اللي اسمها ليفيتور بالبيبري سوبيريور. يبقى انت هتطوع الفرنتال برانش ده تحت الاوربيتال بيريوستيوم. هذا الفرنتال برانش كان بيعمل ايه؟ واحد قال لي بقى ما تقولش يا دكتور احنا عارفين هذا الفرنتال برانش بعد ما بيمشي ما بين الاوربيتال بيريوستيوم والليفيتور بالبيبري بينقسم لاثنين برانشز سمعناه قبل كده اسمهم سوبر، ده اسمه سوبر اوربيتال اللي بيطلع من السوبر اوربيتال مش او فورمي، وده اسمه حضرتك سوبر دروكلا اللي بيعدي من فوق البقره بتاعت العين الدروكليا. سمعنا الكلام ده للي قاعد معانا مع حضرتك النيرف سبلاي بتاع الفيس والسكالب. زمان لما كنا بناخد الفيس والسكالب الطالب كان بيبقى مستثقل الاسامي قوي، كنا بنقول له ما تقلقش الكلام هيرجع يتقال تاني، بس لما تبقى سمعته مرتين احسن ما تبقى سمعته مره واحده. يبقى في الاول في الفيس والسكالب تسمع اسامي نيرفات وارتريز كتير قوي، بعد كده كنا احنا شغالين بقى عمالين نسمع اهو في المانديبولار نيرف خدنا شويه اسامي، في المجزيلري نيرف خدنا شويه اسامي، في الاوفسالميك نيرف بناخد الباقيين. يبقى دول برانشات من الفرنتال، وما تنساش ان الفرنتال ده هو حضرتك اكبر واحد حجما في الثلاث برانشات بتوع مين؟ الاوفسالميك. الثاني سهل قوي، واحد جدع قال لي البرانش ده دخل جوه السوبيريور اوربيتال فيشر، ما هو الاوفسالميك بنفسه اللي بيدخل من الفيشر ده يا شباب ده الثلاث برانشات بتوعه، يروح يمشي حضرتك لاترال على العضله اللي اسمها لاترال ريكتس. يبقى لو انت في المشرحه والجثه متشرحه حلو هتلاقي اللاترال ريكتس ماشي عليها حاجتين لاكرمال، لاكرمال نيرف ولاكرمال ارض. اللاكرمال نيرف دوت رايح للاكرمال جلان بلس ان بيدي برانش بالبيبرال، الناس اللي ذاكروا النيرف سبلاي سنسوري بتاع الفيس ده كان بيدي بالبيبرال برانش للجلد بتاع اللاترال بارت اوف ذا ابر اي لي. يبقى انا عندي الصغير ده لاكرمال هيمشي على اللاكرمال جلان، هيمشي على اللاكرمال ريكتس رايح للاكرمال جلان، بالاضافه الى ان هو بيدي برانش بالبيبرال للجلد بتاع اللاترال بارت اوف ابر اي. الشغل كله بقى لا في الفرنتال ولا في اللاترال، لان الفرنتال اللي انتوا سامعينه قبل كده بيدي سوبر دوكلا وسوبر اور، واللاتر اللي سامعينه قبل كده بيدي بالبيبر. الشغل كله فين؟ في النيزوسيلري. النيزوسيلري عمل ايه؟ النيزوسيلري بعد ما دخل جوه حضرتك بنقول الاوربت عن طريق السوبيريور اوربيتال فيشر كان لاترال للاوبتيك نيرف، كل بص هنا راح معلق في جانجليون، هذه الجانجليون رابع باراسمباسات الجانجليون انا واعدك بيها. تيجي نفتكرهم مع بعض، كان في واحده متعلقه في الترنك زمانديبيلر نيرف كان اسمها اوتيك، وكان في واحده في التريجو بالاتاين فصه متعلقه في السكينو بالاتاين جانجل كان اسمها، انا اسف كان متعلقه في الماكسيلري نيرف كان اسمها السكينو بالاتاين جانجل، وكان في واحده في الساب مانديبيلر ريجن متعلقه في اللينجوال نيرف كان اسمها ساب مانديبيلر. ارجع فكر لو سمحت، اللينجوال نيرف كان بيتعلق في جانجل اسمها ساب. يبقى انت سمعت قبل كده ثلاثه بارس الباسات الجانجل، وادي الرابعه بتاعتهم ايه؟ عايز واحد محترم يقول لي الرابعه دي اللي اسمها السيلري جانجل، دي صغيره قوي عامله زي قصه دبوس. السيلري جانجل دي يقول لي موجوده فين يبقى جدع؟ دي بارا سمباسات الجانجل سمول نير ذا ايبكس ولا البيس اوف ذا اوربت؟ نير ذا ايبكس. مزنوقه ما بين حاجتين. اوبتيك نيرف ميديالي اند لاترال ريكتس لاترال. متعلقه في مين يا نايم؟ في النيزوسيلري نيرف. باتنين جانجليونيك برانش بيمثلوا السنسوري روت بتاعت الجنب. ما انا زمان قلت لك الاربعه فرص البسات الجنب. اول روت اللي مختلف ممكن تلاقيه موتور او سنس، وطلعنا كل الاربعه جنب اللي فيها سنسوري روت ما عدا الاوتيك الوحيده اللي كان فيها موتور. الباقي او الروت سنس، يعني شنو باراتاي صب مانديبلا سيلري او الروت بتاع ايه؟ سنس. انما المانديبلا اول روت هو اللي كان موتور. الباقيين بقى مفيش اختلاف، الثاني سمباثيك والثالث بارا سمباثيك، وقلنا لا السنسوري او الموتور بيريح ولا السمباثيك بيريح، الوحيد اللي بيريح في الجانجل هو مين؟ بارا. يبقى اول حضرتك ناس جدعه برانشات للنيزوسيلري تدي اثنين جانجليونيك برانشز، ودول حضرتك بيمثلوا السنسوري روت اللي معلق الجانجلون بتاعتنا اللي اسمها سنسوري. عايز بقى واحد محترم اسمها سيلن، عايز واحد محترم يقول لي عامل ايه ميزو سيلن؟ طلع واحد محترم قال لي ايه الاحمر اللي انت راسمه ده؟ قلت له ده في سالب طار، قال لي عرفت منين؟ قلت له ما هو ده اللي عدى على التكنيك من لاترال تو مين؟ يقوم ميزو سيلن يعمل زي في سالب طار، كان لاترال للنيرف يعدي على النيرف ويروح ميديا. يبقى انا في حاجتين النهارده هينفعوا مع شويه
سيلري. يبقى انا كده النيزو سيلري سهل قوي، دخلت من السوبيريور اوربيتال فيشر، كنت لاترال للاوبتيك نيرف، وانا محشور ما بين حضرتك الاوبتيك نيرف واللاترال ريكتس، اعلق فيا جانجليون صغيره اسمها سيلري جانجليون باي تو جانجليونيك برانشز يمثلوا السنسوري رود. بعد كده همشي مع الاوبسالميك قطر عدى على الاوبتيك نيرف من اللاترال تو ميديال. بعد كده انا والقطر هنمشي على الميديال وول اوف ذا ارك اوربت، محشورين ما بين العضلتين اللي على الميديال وول اللي هم سوبيريور اوبليك وميديال ريكتس. حبايبي ايه برانشات النيزو سيلري غير الاثنين جانجليونيك اللي بيمثلوا السنسوري رود؟ طلع النيزو سيلري ادى البرانشين دول، الناس بتبص لي رسمهم انا بلون ازرق، انا عاملهم بلون ازرق بس عشان الناس ما يبقاش كلها اخضر فاكر تقول لي انا مش شايفهم. الاثنين دول اسمهم لونج سيلري نيرفز، اسمهم ايه محدش عبرني؟ لونج سيلري نيرفز. دول حضرتك بعد اذنك رايحين للاي بول، دول شايلين سيمباثيتك سبلاي للعضله اللي جوه العين اللي اسمها دايليتور بيوبيلي. يبقى انا تاني برانشات غير الاثنين اللي معلمين الجانجليون، الاثنين انا رسمهم بازرق اهم اسمهم لونج سيلري نيرفز، دول داخلين حضرتك على الاي بول عشان يدوا سيمباثيتك سبلاي للعضله الانترا اوكيلر اللي اسمها دايليتور بيوبيلي. عايز واحد محترم يقول لي اسم حضرتك البرانشين دول ايه؟ فواحد كده قال لي بص يا دكتور ده اسمه انتيريور اسمويدال وده اسمه بوستيريور اسمويد. يبقى زي ما في انتيريور بوستيريور اسمويدال ارترز بس جايين من اوفسالميك ارتري، في انتيريور بوستيريور اسمويدال نيرفز بس مش جايين بقى من اوفسالميك نيرف، جايين من البرانش بتاعه اللي اسمه نيزوسيلر. لازم ابقى فاهم عشان لو في الامتحان نسيت افتكر واعرف اكتب، مش حافظ بس من غير فهم. يبقى انا في عندي انتيريور بوستيريور اسمويدال نيرفز قعدوا في الانتيريور بوستيريور اسمويدال فورامين. حبايبي الاول حضرتك يدوا احساس او يجيبوا احساس من الماستويد ايرسيلز، وبعدين يبقوا داخلين عندي جوه الكرينيال كافيتي. اني فصه؟ انتيريور كرينيال فص. يبقى دول هيجيبوا احساس من المينينجيز بتاع الانتيريور كرينيال فص، زي لما الانتيريور بوستيريور اسمويدال ارتز راحوا لنفس المينينجيز يدوهم ايه؟ دم. دي حاجه بقى اللي جدع يبص معايا. الانتيريور لم يكتفي بالفص، الانتيريور عدى من حته ضيقه موجوده في الكرينيال كافيتي من قدام جنب عرف الديك اللي اسمه كريستا جالي اللي عنده سكال النهارده، يبقى يبص في الاسكال على الكريستا جالي اللي جوه اللي هو عرف الديك، هيلاقي جنبه في سليت يعني تعديله بسيطه. السليت اللي جنب الكريستا جالي بيعدي منه يا شباب الانتيريور اسمويدال نيرف، يبقى البوستيريور اخر وقف جوه الكرينيال كافيتي، انما الانتيريور لا عدى من فتحه ضيقه جنب كريستا جالي ظهر بقى فين الانتيريور اسمويدال ظهر هنا. راح للنوس يدي الجلد اللي مش على الجزء البون على الجزء الكارتيلاجينس كان اسمه اكسترنال نيزال نيرف. يبقى ارجع كده مع نفسك وبص على الجدول بتاع السنسوري سبلاي بتاع كريس، كان النيزو سيلر بينفعني ببرانشين اللي يقولوا لي بقى جدع اكسترنال نيزال والتاني اهو اهو انفرا حضرتك تروكليا. يبقى انا النهارده عرفت ان التروكليا فوقيها السوبر تروكيلر نيرف وتحتيها الانفرا تروكيلر نيرف. السوبر تروكيلر اللي قاعد مركز ده من الفرنتال اللي من الاوفسال، الانفرا تروكيلر ده من النيزو سيلر اللي من الاوفسال. حد فاكر الانفرا تروكيلر ده كان بيدي ايه؟ انا فاكر ادي الميديال بارت بتاع الاثنين اي ليد وبالتحديد حتى اللور اكتر، وادي الجلد اللي على البوني بارت اوف ذا نوز، لان اللي بيدي الجلد اللي على الكارتيلاجينس بارت هو الاكسترنال نيزل، وطلع الاكسترنال نيزل هو تكمله اني اسمويدال انتيريور اسمويد. اعيد بسرعه برانشات النيزو سيلر، واحد اديت اثنين جانجليونيك برانشز بيعلقوا لي السيلر الجانجليون ودول بيمثلوا السنسوري رود. اثنين اديت لونج سيلر نيرفز بيدخلوا للاي بول عشان يدوا سمباثيك سبلاي للعضله الانترا اوكرا دايليتور فيوبيل. ثلاثه اديت بوستيريور اسمويدال وانتيريور اسمويدال دول ثلاثه واربعه دول بيعدوا من الاسمويدال فورامينا وحضرتك يدوا الاول ماستويدال سيلز وبعدين يدخلوا الانتيريور كرينيال فوسا للمينينجيز. مين اللي بيكمل ما بيقفش؟ الانتيريور بيعدي من جنب الكريستا جالي ولا بيطلع لي بعد كده من المناخير عند الجنكشن ما بين الجزء البني والكارتج اسمه اكسترنال نيزل يدي الجزء اللي على الجزء الكارتلاجينز. باقي البرانش معدي من تحت التروكيا اهو اسمه
سنسوري نيرف، واحد اللي هو بتاع النفق اوبتيك، والتاني حضرتك بعد اذنك اللي اسمه اوف سيلك نيرف. عايز اشرح الجانجليون اللي اسمها ايه؟ سيلري جانجليون. الجانجليون بتاعتنا اللي اسمها سيلري جانجليون دي، عايز الناس تبص معايا كلها هنا بعد اذنكم. السيلري جانجليون دي جانجليون موجود عندنا هنا اهو، ادي هو الكلينيان كابيتا اهو، الناس بتخليها معايا سريعه. وادي الاوربت، وادي الاوربت بتاعنا كمان، ادي الاوبتيك بتاعنا. بص كده معايا لو سمحت، نعمل ايه؟ النرف بتاعنا، معلش انا هنزله بلون ازرق عشان هي ما فيش شعر. النرف بتاعنا الهيدرو سيلاري عمل كده اهو، كان لاترال، انا اشتغل انا وبعدين راح ميديا، يبقى الهيدرو سيلاري كان لاترال وبعدين راح ايه؟ ميديا. في جنب اللي هتتعلق سيلري جانجليون، الناس بقى اللي بصة معايا. السيلري جانجليون احنا قلنا مكانها فين؟ انا قلت لك ان السيلري جانجليون دي هتبقى حضرتك بص لي هنا جوه العين نير الايبكس، جوه الاوبتيك نير الايبكس، محشوره ما بين الاوبتيك نير واللاترال ريبكس. طيب الثلاثه بوز بقى بتوع ايه؟ بقى بروح كده على السنسوري اللي هم الاثنين برانشز اللي معلقين في النيفو سيلري، اللي دخلوا من ناحيه روتس وطلعوا من ناحيه الثانيه برانش. حتى لو قلت السنسوري ما بيريحش، دول رايحين يجيبوا سنسيشن من الهاي بول، ادي واحده. لا يجاوب دي يا جدع. كان في ارتر عندنا اسم انترنال كاروت ارتر، قلنا ده هيدخل جوه السكاي. حواليه في سمباثيك بلكسس اوف نيرف. السمباثيك بلكسس اوف نيرف اللي حواليه دي حضرتك هي اللي هتعمل السمباثيك روب بتاع حضرتك الجانب. هدخل من ناحيه روب واطلع من الناحيه الثانيه برانش، اروح للبلاد فيسلز بتاع الاي بول عشان تعمل بازو كونستريكشن. احنا استخدمنا قبل كده السمباثيك بليكسس اللي حوالين كده الباوكت تاني جانب سبينو كالفاين، كنا عملنا ليها نيرف اسمه ايه؟ ديب بتروزا. كان في جريتر سوبرفيشال بتروزا وديب بتروز، وجمعنا حضرتك اربعه بتروزا. كان في ثلاثه نيرفز، اثنين سوبرفيشال، واحد اسمه الثاني جريتر، واحد دي، وحضرتك قلنا الاثنين سوبرفيشال دول بار سمباثيك، انما الديب سمباثيك. وكان في رابع مش بتروزا نيرف، كان بتروزا ارتر، ده برانش من الميدل مننجيا. انا كل شويه عبالي الكلام ده عشان الكلام يدخل في دماغك ما يطلعش. فواحد جدع قال لي بس السمباثيك بليكسس اللي حوالين الكبر باوتل، الناس الجدع عمل لي كده اثنين ايه؟ سمباثيك روب. واحد حضرتك للسينو كاراتاين جانجليون، والثاني مين؟ للسيلري جانجليون. امال الباور سمباثيك جانجليون منين؟ كل بص معايا بس ليه؟ حضرتكم في عندنا نيرف، والنيرف دوت هرسمه بلون اسود اسمه اوكيولوموتر. الاوكيولوموتر ده عصب رقم كام؟ طلع واحد محترم تاني، ده رقم ثلاثه. الاوكيولوموتر النيرف ده لما ناخد كمان شويه جاي منين؟ كل بص المين منين؟ النيت بين كان حضرتك من المظله بيطلع الكرينيال نيرف 9 و10 و11 و12 اصلا. البونس كان بيطلع منها 5 و6 و7 وبيدخلها 8. اما حضرتك النيت بين كان بيطلع منه العصب الثالث والرابع. حد فاكر مين الاونلي كرينيال نيرف اللي ما كان بيسيب البرين ستيل ما بيطلعش من قدام من ورا؟ رقم اربعه اللي اسمه ايه؟ الدراج اللي خدناه النهارده بيدي عضله من الاكسترا اوتر اللي اسمها ايه؟ سوبيريور اوبلي. الناس اللي بص معايا بدأ الكمبيوتر ده، ركز معايا، عشان يدخل جوه العين بيعدي من الشق اللي اسمه سوبيريور اوربيتال فيشر، بس طلع الكمبيوتر ما بيدخلش جوه العين بنفسه، بينقسم لاثنين ديفيجنز. كل بص، واحد اسمه ابر ديفيجن والتاني اسمه لور
بس بيعمل ايه؟ هو ده الباراسمبثاتيك روت. هات القصه من اولها كده. العصب الثاني اللي يقيس اللي كان بيجي اثنين ابر ويل لور. الابر بيدي طبعا اثنين اس واس سوبيريور ليتس وسوبيريور. طب واللور بيدي ايه؟ اثنين انفيريور واحده ميت. حضرتك اللور ديفيجن اللي هيدي الانفيريور اوبليك طلع البرانش اللي رايح للانفيريور اوبليك وهو رايح لها يلاقي حضرتك السيلاري كامل فيقوم باعت منه برانش. هذا البرانش فرس البسات. اصل الكوكيلوموتور نيرف يا جماعه مش موتور بس، ده الكوكيلوموتور نيرف ده موتور وباراس البسات. واحد قال لي انت ما قلتش كده. لا حضرتك احنا كان في عضلات جوه العين، واحده اسمها كونستريكتور بيوبيلي والثانيه اسمها سيلاري. حصل الكونستريكتور بيوبيلي والسيلاري دول بيجي لهم بار سمباثيك سبلاي. اصل طلع الكوكيلوموتور نيرف ده اللي اصله من الميد برين ليه نواتين جوه الميد برين، واحده موتور واحده بار سمباثيك. نقول تاني القصه، الكوكيلوموتور ده اللي طلع من الميد برين كل الناس فاكره انه موتور بس، لا ده طلع فيه نواتين، واحده موتور والثانيه هي بار. هي على فكره البار سمباثيك ليها اسم، اكتشفها واحد اسمه هيدنجر فيسبل، فبيسموها هيدنجر فيسبل نيوكليس. يبقى لو في موتور السيلاري نيرفز في لونج وفي شورت. اللونج دي خدناها من ضمن الرئيس
بيجي يخرج